المشروع عشان يقول لنا فلسفته ايه وايه الهدف من تقديمه. سيد نائب، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا استاذ وائل. قول لي حضرتك ايه الهدف من تقديم المشروع، وبعد كده شوف ما الذي يتضمنه يعني. اتفضل. هو بلا شك تلاحظ في الفترة الأخيرة أن كثيرا ممن يرغبون في الشوء الإعلامي والظهور ينتقدون رموزا وطنية بدون أسباب وبدون مبررات تدعو إلى ذلك، خاصة وأن هذه الرموز كان لها دور وطني في التاريخ المصري، وهذه الانتقادات تهدف إلى زعزعة وإثارة القلاقل لدى الشباب، وهو قطاع عريض في المجتمع نشأ وتربى على حقيقة أن هذه الرموز لها دور وطني كبير في التاريخ المصري. كذلك أيضا لاحظنا مؤخرا ما أثير حول شخصية الزعيم أحمد عرابي من شأنه أن يعطي مبررا للمتربصين بالوطن من الخارج للطعن، ليس فقط في الشخصيات الحديثة بل في التاريخ المصري القديم كله بما فيه حتى الحضارة الفرعونية، وبالتالي يكون ذلك تخريبا لأمن الوطن الاقتصادي. ومن أخطر الآثار السلبية لهذه الظاهرة هو محاولة اقتلاع الشعب المصري من جذوره، ولن يتحقق لهم ذلك إلا من خلال زعزعة الثقة وإثارة الفتن والاضطرابات والجدل حول الشخصيات التاريخية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انشغال الرأي العام والمجتمع بالجدل حول مسائل تاريخية ثابتة وإثارة مشاعر الإحباط لدى قطاعات المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإحساس بأي تقدم في أي مجال، وهو الأمر الذي تسعى إليه قوى الشر الكارهة للوطن في الداخل والخارج. أستاذ وائل اسمح لي أن أقول بأنه في كل وطن ينبري بعض الأشخاص ممن يناضلون من أجل رفعة شأن مجتمعاتهم والمطالبة بحقوقها والتعبير عن هموم الناس وقضاياهم. هذه الرموز لا تمحى سيرتهم من ذاكرة الوطن مهما طال الزمن، بل إنهم يتحولون إلى مصدر إلهام للأجيال اللاحقة تعبيرا وتقديرا عن تضحياتهم ومواقفهم الوطنية. وينبغي أن يكون التعاطي الإيجابي والمعتدل والناضج على مع مثل هذه الرموز ينبغي أن ينطلق من قاعدة احترام الحق في الاختلاف والتعبير الحر عن الرأي، على أن تصان الحقوق كاملة بصورة لا تسمح بأي تعدي على حق أي من هذه الرموز. فالمجتمع المتحضر هو من يحترم رموز الوطنية ويقدر المواقف الوطنية لها ويتفاعل معها بصورة إيجابية، لأن ذلك يتيح مجالا أوسع لسيادة حرية الرأي في المجتمع ويعزز مطالبه وحقوقه ويطور حالة الوعي والحوار لديه. وبالتالي فكان هذا المشروع الذي تقدمت به لمجلس النواب وأحاله معالي الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، وإن شاء الله سيتم مناقشته قريبا أملا في أن يرى النور حتى نضع حدا لمثل هذه الأمور. قل لي بقى، مشروع القانون بالتأكيد قائم على التجريم، التجريم العقوبات تصل إلى الحبس؟ طبعا، هو يحظر، هو مشروع القانون من 5 مواد، يحظر التعرض بالإهانة في أي وسيلة من وسائل العلانية لأي رمز أو شخصيات تاريخية وفقا لما يحدد مفهومها هذا القانون، ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية تلك الواردة والثابتة في الكتابات التاريخية والرسمية والتي تكون جزءا من الوثائق الرسمية للدولة في الداخل والخارج على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بالنسبة لمادة العقاب أو التجريم، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000، وفي حالة العقوبة تكون الحبس من 3 سنوات لـ5 سنوات.
نعم، وبغرامة لا تقل عن 100,000 ولا تزيد عن 500,000، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. الجزء الأخير ده اللي لا تزيد على 7 سنوات، اللي هو في حالة العود، في حالة العودة من جديد للإهانة يعني. هو بس جزئية هامة جدا أستاذ وائل، اسمح لي إن أنا نوضحها. البعض يدعي إن هذا المشروع تتميم للأفواه وإلى آخره. أنا اسمح لي أن أقول بأن هناك مادة رئيسية في هذا المشروع، إعفاء من العقاب لتناول الشخصيات والرموز التاريخية من تقييم تصرفاتها وقراراتها تاريخيا، وذلك في الدراسات العلمية. الدراسات العلمية معفاة من هذا المشروع، لأن الباحث ماجستير دكتوراه بيعمل بحث، ده أقواله موثقة ومصادر موثقة. طيب خليك معايا دكتور عمر كده، يعني خلينا نبدأ يعني.